يا شباب ما تملون ورقة 24 ساعة؟ ايش دخلك يا اخي؟ وش في غير ورقة؟ طيب لا تعصب. انا وقفت على بعد ورقة يا اخي. اسحب فرج. فرج بالله الساعة كم؟ خزعتنا خلاص 12 ونص. كثر له خلاص. امه 12 ونص. ايش عندك من الشغل انت؟ وراي دوام يا ولد. نسينا الشركة. شباب اللي قاعد الساعة 7 الصبح يصحيني زين؟ خلاص يلا اشوفكم على خير. ماجد صح ماجد دخلت الدوام قم يا اخي ادري ماجد. والله ادري تو صحيت ايش فيك انت ماجد هلا دوام هلا دوام معك قم ماجد فرج والله سمعت شو ميرد ماجد ماجد ما اقدر احرك جسمي فرج والله معك ايش فيك والله اني صاحي بس ما اقدر احرك جسمي ايش السالفه فرج ماجد ايه ماجد هلا معك فرج فرج تعال اكلمك انا ايش ما ترد انا ما اقدر احرك جسمي يا شباب شباب ماجد هلا ماجد هلا ماجد والله اسمع اسمعك رد علي يا عيال والله ما اقدر احرك جسمي ايش السالفه اسمعكم يا عيال شايفكم ردوا علي واحد يرد علي يا عيال ايش السالفه لا احد يستاهل تكفون يا عيال يا شباب وين ماخذين يا عيال ايش فيكم ردوا علي ليش ما حد يرد علي ايش السالفه يا شباب اركب اركب خلي السيبار عنكم ردوا علي انقل شو فيكم امسك يا عيال ردوا علي فرج فرج اعوذ بالله يا شباب ردوا ايش فيكم ليش ما حد يرد علي طيب طيب ليش ما تردون علي جسمي طيب ليش ما تردون علي اكلمكم انا صحيح ما دكتور ما فيني شيء بس ما اقدر احرك جسمي انا صاحي والله صاحي اشوفكم ما احس فيكم والله يا دكتور تكفى رد علي على طول تكفى اترجاكم انا والله خوفتوني يا جماعه والله ما فيني شيء هذا انا اتنفس واشوفكم ما احس فيكم ردوا علي ليش ما اقدر احرك جسمي لا حول ولا قوه الا بالله شنو انا حي انا حي ما مت انا حي احس فيكم انا حي انا حي والله والله انا حي يا فرج انا اشوفك واحس فيك يا فرج والله انا حي ايش فيكم يا جماعه لا حد يستهبل يا جماعة أنا حي والله أنا حي حي تعالوا بالرحمة يا شباب الله يرحم يا جماعة أنا والله مو مستعد للموت والله ما استعديت للموت أنا ما أصلي لا تدفنوني والله مو مستعد للموت يا أخواني تكفون لا حد يدفني بعدين انا حي والله اشوفكم واحس فيكم انا حي اكبر لا تدفنوني لا تنزلوني لا تنزلوني انا حي والله انا حي لا تدفنوني لا تدفنوني تكفون انا حي تكفون اترجاكم الاغاني باليوتيوب من يمسحها من يمسحها عني تكفون يا عيال لا تدفنوني تكفون انا خويكم أبي توب